لوائح جديدة لحماية الصحفيين العراقيين في دائرة الخطر لهذه الليلة. استعراض للجرائم والتهديدات التي ارتكبت في الماضي بحق الصحفيين العراقيين، آخرها اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله في مشهد مأساوي أمام أنظار الجميع، مع تكرار التهديدات الإلكترونية وبعض المضايقات للإعلاميين. اليوم قراءة في فضاء الحريات الصحفية وحماية ما تبقى من العاملين في المجال الإعلامي بعدما ذهبت هيئة الإعلام والاتصالات واليونسكو ووزارة الداخلية العراقية إلى سيناريو جديد لحماية الصحفيين. لوائح جديدة تعطي خارطة عمل مثالية فيما لو طبقت في العراق، البداية من تعزيز الثقة بين الصحفي ورجل الأمن، مرورا بكسر حاجز الصمت عبر بدائل حديثة لحماية الصحفيين. اليونسكو تراقب المشهد بالأرقام، وهيئة الإعلام والاتصالات توفر الأبعاد الفنية لحمايتهم، والداخلية تحقق بملفات الصحفيين تعاون قد يصل بنا إلى حماية الحريات الصحفية من التقييد وتكميم الأفواه بالرصاص، مثل ما حدث في السابق في دائرة الخطر لهذه الساعة مع اللواء الدكتور سعد معن مدير عام علاقات وزارة الداخلية، والدكتور ضياء السراي مسؤول برنامج الاتصال والمعلومات في اليونسكو، والأستاذ حسين السراي مدير تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الإعلام والاتصالات.